مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من طريقي. في كلمه بتوجعنا قوي لما بنسمعها في الشارع، لما بنسمع حد بيقول انا عندي استعداد استحمل نار الالم ولا استحمل نار ارتفاع سعر الدواء. دي بجد بتوجعنا، كلنا بنعاني على نفس المستوى. طيب في كم طرح كده وكم سؤال عايزين ندردش فيهم مع بعض. انا لما يكون عندي الشركات الوطنية في مصر بتنتج 1200 منتج دوائي وبيخسر منهم 800 منتج، يبقى لازم يكون لنا وقفة. لما يتراجع إنتاج الشركات الوطنية من 40-60% من إنتاج الدواء ل 4-6%، يبقى هنا لازم يكون لنا وقفة. لما المنتج المصري يتصدر ل 65 دولة وإحنا عندنا عقدة الخواجة، يا سلام لما تدخل الصيدلية وتقول للدكتور لو سمحت هات الدواء ده بس يا ريت يكون المستورد ده، وتاكد وتلبس عبايه الحكمه كده وكانك عالم ببواطن الامور ان المنتج المستورد هو ده الاهم والاجدى والافيد. هنا في مغالطات كتير ومهاترات كتير بتحصل حوالين الموضوع ده. طيب الاشكاليه فين؟ معانا النهارده واحد من اهل المهنه هيكلمنا عن المنظومه دي، بجانب ان احنا هنتكلم عنه وعن رحله كفاحه ونجاحه. في مقولة دايما بتقول مش النجاح للمكان اللي انت وصلت فيه بقدر ما المصاعب اللي انت اتخطيتها. مفاجأة جميلة وطريفة حصلت النهاردة في مع ضيفي الكريم اللي مشرفنا في الاستوديو، هو قيمة وقامة، هو أصغر نقيب موجود في مصر ولأول مرة تشرف مصر برئاسة الاتحاد العربي للصيادلة. بس في الغريب بقى في المسميات الوظيفية بتاعته، نقدر نقول عليه النقيب المقدم الدكتور. هنعرف الحكايه دي مع ضيف الكريم النقيب العام للصيادله دكتور محي عبيد، شرفتنا. اهلا وسهلا بحضرتك واسره البرنامج والساده المشاهدين، ويعني بشكر حضرتك على المقدمه الاكثر من رائعه اللي بتدل ان حضرتك مذاكر الملف كويس قوي. ده حاجه بتوجعنا كلنا، وكلنا يعني زي ما انا قلت على نفس القدر بنعاني منها، واحنا بجد هنستثمر وجود حضرتك معانا وخطوه عزيزه. بكررك الشكر تاني لان عارف ان حضرتك لسه دلوقتي مخلص اجتماع مجلس في اداره في مجلس النقابات العامه. النقابات العامه. خطوه عزيزه على قلوبنا وجودك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب احنا نبدا بالطريق المعتاد في طريق حياتك، البداية وفاكر المدرسة زمان ودخلت صيدلة والقصة الجميلة دي اللي طلعت لنا الدكتور. يعني بداية بدايتي طبعا دخلت كلية صيدلة، ثم تخرجت من كلية صيدلة جامعة الأزهر دفعة 98، التحقت بأكاديمية الشرطة الأول على دفعتي في أكاديمية الشرطة ولله الحمد، ثم بعد كده مشيت بقى في رحلة الحصول على الماجستير ثم الدكتوراه في الجينات الوراثية، وبعد كده تقدمت إلى العمل العام وهو العمل النقابي، والحمد لله يعني حظيت بثقة زملائي وبقيت أصبحت النقيب العام لصيادلة مصر في 6/3/2015، ثم كفحنا لعودة مصر إلى اتحاد الصيادلة العرب، والحمد لله كانت لله الفضل يعني ان مصر تولت رئاسة الاتحاد في 1/4/2017 الحالي. الحمد لله يا رب دايما نجاح عنوانك باذن الله. بس انا مش عايز اخطف رحله حياتك اللي هي مليئه بانجازات، الاول في مقدم في خريج ازهر، دي اخطفها كده سريعا عشان الناس، احنا اللي بنقدم في طريقي نماذج يحتذى بها. يعني انا زي ما قلت خطط صعبات، جيت في فتره من الفترات يا دكتور وقلت لا انا مش هكمل، يعني مثلا الدراسه بتاعت الصيدله معروف انها صعبه، يعني كانت مستهواك الدراسه ولا ولي امر فرض عليك علشان خاطر فتره جبت مجموع كبير ولا؟ يعني بدايه انا قدمت في صيدله وكان الاسره عايزه طب بشري. بدات الصراع اذا كنت انا طبيب بشري ولا صيدلي، ثم الحمد لله كان القرار ان انا اكون صيدلي. فتره الدراسه الحمد لله جايب جيد جدا، مرتبه شرف الحمد لله. كنت مثال يعني الطالب الملتزم اللي هو حريص كل الحرص على حضور المحاضرات وحضور السكاشن، والحمد لله يعني كان ليا ترتيبات متقدمه في الكليه. ايضا بعد ما خلصت طبعا انا عايز ابقى في كيان قوي زي وزاره الداخليه، الحمد لله تقدمت، ما خدوش غير صيدلي واحد في السنه دي، كنت انا الصيدلي الوحيد. انا الصيدلي الوحيد في دفعه 98. ثم بعد كده الحمد لله بدات ان انا برضو خلاص التحق بعملي كضابط، وتواجدت طبعا كنت ضابط في السجون. بدات طبعا عندي وقت من الاوقات الفراغ، طبعا لجأت بسرعه الى
الجامعة مرة أخرى، ثم تقدمت لحصول على ماجستير في الكيمياء الحيوية. الحمد لله أنهيت الماجستير في 2 سنة و7 شهور. بعدها تقدمت للدكتوراه في 2004. استمرت الدكتوراه 8 سنوات. 8 لأني ده مش كتير. طيب يعني كتير جدا لأني أنا تخصصت في تخصص نادر في مصر، وهو تحديد الجنسية والهوية. يعني أنا حضرتك من خلال الألم اللي حضرتك مسكته أقدر أسحب الخلايا اللي وقعت على الألم وأقول لحضرتك يحتمل أن تكون جنسيتك بنسبة كام في المية، يعني الجنسية. ودي كانت تخصص صعب جدا، فهو ده اللي خد مني أوقات كبيرة، وكان ليا مشرف من جامعة إنسبروك في النمسا، فهو يعني ده اللي تسبب في إني الفترة طول شوية. بس تخصص نادر ده يعني مش كتير بيتطرق ليه، لان دايما من الصيادله كمان يعني من الصيادله يعني ان انا اتخصص في الطب الشرعي في مجال الفرنسيك جيناتكس اللي هي علم الوراثه الجنائي، ده كان صعب شويه. والحمد لله حظيت بدرجه الدكتوراه. بعدها على طول لجأت الى العمل العام. جيت في فتره من الفترات يا دكتور وقلت لا انا مش هكمل، يعني المشوار شويه صعب عليا. الدكتوراه طبعا انا كنت كل ما ابدا امشي خطوه الاقي الباب قفل تاني، بس كان في اصرار وفي توكل على الله، وكان عندي اراده وعزيمه ان انا لازم انهي هذا الملف. وكان الحمد لله المشرف على رساله الدكتوراه كان من بره، وكنت بستضيفه ويقعد معايا، وكان يقول لي لا يعني لازم تصابر. وكان معايا زميل هنا معايا سبقني في حصول على درجه الدكتوراه، كان بيساعدني لدرجه ان انا وانا داخل التخصص انا الالفاظ العاديه للمفردات والمصطلحات صعب شويه. صعب جدا جدا ان انا حتى لو انا اجيب بعض الاطباء او الصيادله واقول لهم الليل ويعني مش هيعرف، مش عايز يعني فكان الموضوع صعب جدا. انا بقيت اسال حتى في البدايه ايه هو الاسم ده، واخش على النت وابدا ادور ومع الدكاتره بتوعي. لكن الحمد لله يعني كانت الدراسه الاولى اللي انا حطيت بيها في دراستي خريطه الجينات الوراثيه للمصريين. انت استوحيتك الفكره بتاعت المسمى لرساله الدكتوراه من شغلك في الشرطه يعني، فكانت قريب من الحدث. رساله الدكتوراه اللي هو وظيفه الدي ان ايه في كشف الجريمه. انا على اساس ان انا ضابط شرطه حبيت يعني استغل مهنتي كصيدلي في خدمه الوزاره اللي انا بنتمي ليها وهي وزاره الداخليه. والحمد لله يعني كان التوفيق من الله عز وجل ان حصلت على الدكتوراه في هذا التخصص. يعني ان شاء الله نجاحا وانك باذن الله. طب هاخد من كلام حضرتك، اصلا يعني دي رحله كفاح، في مثابره وفي اصرار على انك انت تحصل العلم على الرغم في دروبات حصلت لك بالذات في فتره الدكتوراه. طيب البحث العلمي راح فين بقى في استثماره وفي ان احنا نستغله الصيدله بالذات؟ ليه بقى دكتور؟ الحمد لله انا فتقبل كلام انا معذره على المقاطعه. الى الان انا ناشر الحمد لله، يعني الاسبوع اللي فات انا ناشر بحث الحمد لله. يعني ما زلت برضو اني متابع الدراسه والعلم، ومعايا زمايلي وبنشترك في ابحاث وبننشر ابحاث. انا بساعد في جزء وهم بيساعدوا في اجزاء تانية، لكن في الاخر الحمد لله انا ليا بحث لسه منشور ما كملش 10 ايام. تمام. بس انا الشاهد من كلامي ان اغلب الصيادله، ولو حضرتك انا يعني غلط صحح لي، بيكتفي بحصوله على البكالوريوس، ما بيكملش الا الاكاديميين منهم اللي زي حضرتك مثلا اللي هو عايز. ده كان زمان. الان اي صيدلي يعني الحمد لله احنا عاملين دراسه للام بي اي، اكثر من 4000 صيدلي الحمد لله حصلوا على درجه الماجستير او لسه في مجال الحصول. عندنا دورات تدريبيه وتعليميه للصيادله الحمد لله. في السنه اللي فاتت تجاوزوا ال 4600 صيدلي. لا اصبح الاهتمام بالعلم الان يعني ده تحت اشراف النقابه، يعني تحت اشراف النقابه وبدعم من النقابه. هي اللي بتعزم. ما هو هي مهنه دي لازم يكون فيها تطوير وتاهيل باستمرار، وانك انت متابع احدث حاجه بتحصل. يعني المفروض ان الصيدلي ده هو المعني بنص المنظومه الطبيه وهي المنظومه العلاجيه. حضرتك الطبيب بيبدا في تشخيص واجراء العمليات، ثم الصيدلي بيبدا في مرحله العلاج الانسب من خلال الكلينيكال فارماسي، الصيدله الكلينيكيه. هو الصيدلي الان هو اللي يحدد الجرعه ويحدد اصناف العلاج ومدى استخدامه. واصبح الان في منتشر في معظم المستشفيات على مستوى الجمهوريه ان بقى فريق طبي بيكمل بعضه، الصيدلي بيبقى مع الطبيب، الاثنين بيمروا على السرير وفي نفس الوقت بيطلعوا بتوصيه، والصيدلي بيبقى ليه دور فعال. حتى في مستشفى 57 اصبح الصيدلي بيحدد الجرعه بتاعت المخدر
اللي هيخش العمليات، بيحدد الجرعات بتاعت، لا لا يعني اصبح له، هو الخبير اصلا بمجال الدواء، هو ده هو يعني اذا ذكر الدواء فهو الصيدلي، يعني صحيح. اذا ذكر الدواء فهو صيدلي. طب نرجع بقى لمحطة تانية في حياتك، شعورك وإحساسك لما بقيت أول أصغر نقيب وخدت كده اللقب، وأنت استحوذته طبعا بفرق كبير خالص مع بعض منافسينك، طبعا لهم كل الاحترام والإجلال، لكن والله في الفترة دي أنت كنت حاسس مثلا السن شاب برضه لسه صغير في السن، رغبتك عايز تبقى نقيب وداخل على منصب النقيب، فدي معركة. هو إن الإنسان يتقدم لأعلى منصب أو رمز مهنة وهو لم يسبق له العمل في العمل النقابي، ده كان شيء صعب جدا. ايوه ده الجزئيه اللي انا يعني انا بقولها. اول لما انا رحت اقدم للدكاتره، انا كان دكتور اشرف مكاوي، فبيستغرب حضرتك عايز تقدم ايه، نقيب فرعي؟ قلت لا، النقيب العام. بص كده بتعجب، ايوه اللي هي يعني فيها دهشه كده يعني، ما انت لم تمارس العمل العام يعني او العمل النقابي. والحمد لله يعني اول لما كنت بروح للصيادله في المحافظات و اشرح لهم البرنامج الانتخابي بتاعي، كان التوفيق من الله عز وجل، وكان يلقى قبول من كل صيادله. الحمد لله في خلال مشواري احنا استطعنا ان مهنه الصيدله تعود تاني لوضعها. عندنا لم يصدر قرار وزاري او قانون يجعل الصيدلي احقيه تولي المناصب القياديه في المؤسسات التابعه له. اصبح الان هناك قرارات وزاريه وقرارات من مجلس الوزراء ان الصيدلي احقيه، بل واصبح الان في معظم المستشفيات تجد مدير مستشفى صيدلي. اصل هو واحد من، ما هو انا زي ما حضرتك هي قلت، هي اداره هي المنظومه الصحيه لها جناحين، احدهما بشري والاخر صيدلي، فواحد من اهل الطب يعني. تمام. فلكن كان زمان ان الصيدلي يقتصر دوره على الصيدلي فقط، ما كانش بيخش في المناصب الكادر القياديه. الاداري اصبح الان دي عمل يعني الحمد لله شرحناه للدكتور احمد عماد وزير الصحه الحالي، وقلنا ان ده احقيه لمن يستطيع الاداره ان يدير. صحيح. العمل يعني الاداره لا تقتصر على فئه معينه، والحمد لله اصبح الان معظم الفئات اسنان او اطباء او صيادله او علاج طبيعي او اطباء بشريين بقى الاختيار ينصب على الكفاءة. بس ده حق طبيعي ان هو واحد من ابناء المهنة، فان هو يحس ان هو ليه ثقل وذات وموجود في المكان، مش مجرد حد هيفضل طول عمره في الصيدلية والترقيات العادية الطبيعية. هو من يعني منذ ان تم انشاء نقابة الصيدلة او مهنة الصيدلة، وهو يقتصر الصيدلي على صرف العلاج فقط، وكان لا يشارك في المناصب القيادية، واصبح الان يمارس كل النشاطات الحمد لله. بدون مجاملة، احنا عهدنا على حضرتك الجراءة والقوة في كل حاجة، واحنا بنفتح ملف شائك وحساس وبيهم الكل. هبدأ بالسؤال المباشر، عندنا أزمة في الدواء في مصر؟ طبعا. ولا مجرد توهمات لا وأفكار لا 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 لا. وأصوات بتنادي من أي هنا ومن هنا؟ يعني أي شخص غير أمين يقول لي ما عندناش أزمة. هناك أزمة، وأزمة كبيرة، وأزمة طاحنة في الدواء. للأسف هناك سياسات لا تتبع الأسس العلمية لتطوير المهنة، بل بتعتمد على هواه. اعتماد القائم على الامر على هواه يضيع المهنه. احنا يعني كان لنا طلبات محدده، مثلا ان يتم تعيين نائبا لوزير الصحه، زي ما في نائب لوزير الصحه ماسك الاسكان السكان، يبقى كان المفروض يبقى نائبا لوزير الصحه يمسك مجال الدواء ويكون صيدلي، لان يبقى يعني اكتر واحد عالم بالتصنيع وشغل المصانع والمكن والمواد الفعاله، ويعني انما اجيب طبيب يدير هذا الامر، فبيبقى صعب عليه جدا جدا. لكن انا والله رغم الدكتور احمد عماد يعني بيطلع قرارات بعضها صائبه البعض طبعا، يعني جانبه الصواب، لكن الهدف، لان هو مش مختص، بالاضافه ان اللي بيساعدوه ما عندهمش الدرايه الكافيه، بالاضافه للحاجه الثالثه ان هو لا يستعين بالنقابه المعنيه بالحفاظ على المهنه. فاصبحت الان نجد نواقص دواء تعلن الوزاره، عندنا 40 صنف، لكن الحقيقة عندنا ما يقرب من 1200 صنف دوائي ناقصين، لأن أنا عندي لجان بترصد الرصد الفعلي من خلال الصيدليات. أنا ما بروحش المصنع ولا شركة توزيع، أنا برصد رصد فعلي، بنزل على الصيدلية، أصناف الناقصة عندك مش عارف توفرها أدهاني، الثاني والثالث والرابع، مش في محافظة واحدة بس 27 محافظة، وبالتالي الأدوية اللي بتجمع عليها كل المحافظات اللي ناقصة بنبدأ نتواصل مع شركة التوزيع، في فعلا عندك عجز في صنف الفلاني، أيوة الثاني الثالث الرابع، فبيطلع البيان بتاعنا بيان
دقيق 100%، بل ان انا ببعت النواقص لوزير الصحه وامهله اسبوعين ثم ابعتها رئيس مجلس الوزراء لتحمل تبعات نقص الدواء في مصر. بس شغلك ميداني، فانت اقرب للحدث. يعني انت بتكلم الدكاتره اللي هم تابعين للنقابه، ودول اللي هم بيشتغلوا في الشارع، يعني عارفين القصه ماشيه ازاي. تمام، صحيح. يعني انا بعتمد على رصد فعلي مش نظري، انا برصد فعلي، بنزل الصيدليات، اللجان، لجنه الصيدليات موجوده في كل محافظه بتجمع النواقص. انا عندي صيدليه، فانا برصد رصد فعلي من واقع صيدليتي، وبجيب رصد من واقع صيدليات الزملاء، ثم بعد كده بنطلع بيان كامل بالادويه الناقصه. ماشي، هستأذنك. احنا يعني النهارده معانا اهل الطب، معانا مداخله من دكتور محمد العماري رئيس لجنه الصحه بمجلس النواب. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، مساء الخير يا دكتور محيى كابتن نقيب، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا معالي الريس، ويعني سعيد بمداخله حضرتك. ربنا يخليك يا فندم. شرفتنا في طريقه يا دكتور. احنا بنتكلم النهارده على المنظومه الصحيه والعلاجيه والدوائيه في مصر، ومشرفنا نقيب الصيادله. بنتكلم، سالته سؤال مباشر يا دكتور، بقول له هو في ازمه في الدواء في مصر ولا لا؟ طيب قال انه في ازمه. طب دور مجلس النواب هنا في حل الاشكاليه دي، يعني دور حضراتكم ايه؟ والله احنا دورنا بالاساس دور رقابي على السلطه التنفيذيه، انما احنا بنتعاون مع سياده النقيب الدكتور محي واخواننا في النقابه في حل المشاكل المتعلقه بازمه الدواء، من ناحيه التسعير، من ناحيه النواقص. طبعا زي ما بيقول الدكتور محي، هو في رصد لبعض النواقص في السوق، والنواقص دي انواع، في انواع منها ملهاش بدائل وفي انواع لها بدائل، والدكتور محي طبعا سيد العارفين بالكلام ده. لكن لازم نقر او نعترف، خلينا نتفق انه في بعض الاصناف ناقصه، يا بتتراوح، في ناس بتبالغ في عدد الاصناف الناقصه، في ناس بتقلل منها، لكن هو في النهايه في بعض النواقص. النواقص دي طبعا لازم يبقى في ادوات للحساب مع الشركات اللي هي بتنقص او بتعطش السوق في بعض الاصناف. تمام. كان من ضمن هذه المقترحات اللي كانت مقترحاها اللجنه السابقه للتسعير مع السيد الوزير، برضه اعتقد كانت النقابه لها دور واحنا كان لنا دور، لانه اللي لا يوفر الاصناف الناقصه في السوق يحرم من اي مزايا من ناحيه زياده الاسعار بتاعت الادويه. ده اعتقد احد الاطروحات اللي كانت موجوده في هذا الشيء. الموضوع ما هوش طبعا موضوع بسيط، الموضوع مركب، يحتاج لتضافر جميع الجهود، من وزاره، من نقابه، من اداره صيدله، من مجلس نواب، كله لازم يحط ايده في ايد بعض، لانه مساله الدواء دي مساله امن قومي. دكتور محمد، انا عايز استثمر وجود حضرتك واسالك سؤال بحكم التخصص في لجنه تشريعيه في مجلس النواب. في طرح او قانون او حضراتكم التشريع لمافيا تجار الادويه في مصر هيصدر قريب، او بالفعل بتفعلوه، او بالفعل يعني بتجهزوه عشان يتفعل؟ هو حضرتك بص، احنا يعني خلينا برضه نبقى متفقين انه احنا مش بحاجه الى زياده تشريعات، احنا بحاجه الى تطبيق القانون على من يخالفه. التفعيل. يعني اللي هو اللي بيتاجر في الادويه او بيعطش السوق او بيعمل سوق سوداء او او او، كلها دي حاجات قد نحتاج الى تغليظ العقوبات، لكن قوانين جديده اعتقد احنا لسنا بحاجه لقوانين جديده، احنا بحاجه لتفعيل ما هو موجود. تمام. شكرا يا فندم، شكرا دكتور محمد العمري رئيس لجنه الصحه بمجلس الشعب. شكرا يا فندم على اتصاله. هو دكتور هناخد من كلامه سؤال لحضرتك، هو قال القوانين موجوده بالفعل ولكن محتاجه ان هي تفعيلها او تغليظ العقوبه للقوانين الفعليه. طيب من منطلق الجراءه اللي حضرتك بتتكلم بيها، وعهدنا عليك كتير في كتير من المواقع وكتير من الندوات، وحضرتك كنت بتتكلم يعني كحد السيف، وده مش مجامله لشخصك، في مافيا لتجاره الادويه في مصر ولا ما فيش؟ طبعا العالم كله، كل مهنه بيبقى لها المافيا بتاعتها. في مافيا لتجاره الدواء في مصر، ايوه، تقدر بيجتمعوا ثم ياخدوا قرار بتعطيش سوق، ثم ياخدوا قرار بالضغط على الدوله، وهم يجتمعوا. ده منظومه وبحسابات بقى. طبعا في حاجه اسمها غرفه صناعه الدواء، منهم ناس لهم القدره على الضغط على الدوله. النهارده حضرتك في المقدمه يعني تناولت
شركات قطاع الاعمال المملوكه للدوله كانت بتنتج من 60% وشالت مصر ايام الحروب. ايام الحروب بالفعل اصبح الان اقل دورها ل 2.5% او كمان مش 6. طبعا. فالنهارده يعني اصبحت ال 2.5% دي شركات مملوكه للدوله، يبقى اذا الشركات الغير مملوكه للدوله 98. بتنتج ما يقارب من 97.5. اذا لها القدره على الضغط على الدوله. النهارده هتحرك السعر ولا مش هتحرك؟ مش هتحرك الاسعار، خلاص مش هصنع. مش هصنع. طب وبعدين؟ طب والمريض يجيب منين؟ هيجيب مستورد. يبقى اذا الدواء المصري ب 10 جنيه هيجيب مستورد ب 100 جنيه. يبقى اذا هو له القدره على الضغط على الدوله. احنا حاولنا ان احنا كنقابه ان احنا نحل هذه الازمه ونبدا نقتحم سوق الدواء والتصنيع حفاظا على المريض المصري. انا دايما بعمل نوع من انواع التوازن ما بين الحفاظ على المهنه والحفاظ على كرامه الاعضاء والحفاظ على المريض. دايما كان يقول لي احنا مش نقابه مرضى، لا انا بقول انا نقابه للصيادله اسند لها القانون وتوفير العلاج للمريض المصري. صحيح، لان حضرتك لم يسند معني مباشر بالمريض يعني. أيوة. لم يسند القانون لاي جهه في الدوله توفير الدواء للشعب المصري الا لنقابه الصيادله. معنى ان القانون يقول لي رقم 2 في قانون نقابه الصيادله ان النقابه هي المعنيه بتوفير العلاج الامن والفعال رخيص الثمن للمواطن المصري، يبقى انا لازم اتدخل في التسعيره، لازم اتدخل في التصنيع، لازم اشوف وتابع الامر ان المصانع دي مؤسسات صيدلانيه تابعه ليه. يبقى المصانع وشركات التوزيع والصيدلات العامه اللي هي موجوده في الشارع والصيدلات الخاصه الموجوده في المستشفيات، كل دي تابع ليه انا، تابع لنقابه صيدله مصر. يبقى انا النهارده لابد ان انا اعمل نوع من انواع الموائمه والتوازن، ان انا اقتحم مجال صناعه الدواء. النهارده مش هترك الشعب فريسه لبعض المافيا الدواء يبداوا يستغلوا الشعب ويضغطوا على الشعب. لا، ده انا يعني احنا في طريقنا لانشاء شركه وبنتقدم الان لشراء مصنع متوقف، وهيبقى منه ان شاء الله توفير الدواء اللي هو اكثر استخداما للشعب المصري بسعر تنافسي. يعني النهارده نقول مثلا انا عندي صنف مصري ب 10 جنيه في مصر ب 85 جنيه، لا انا ممكن اطلع انا ب 9 جنيه واوفر للصيدلي واوفر للمريض، وان انا لا اهدف للربح، انا منظمات لا تهدف للربح، فانا بوفر الدواء للشعب المصري. ان شاء الله ان احنا يعني بنطمع ان الشعب ومجلس النواب والوزير يساعدنا في تحقيق حلمنا ان احنا نمتلك صناعة حقيقية من خلال نقابة هي المعنية بالمهنة. دكتور، هو بصراحة كده في فجوة ما بين القانون انك انت اللي معني بتوفير الدواء ما بين صلاحيات تقول لك بالفعل. انا ليس يعني ليس للنقابة سلطة الضبطية القضائية. يعني النهارده انا ماشي لقيت شخص من الصيدلي واقف في الصيدلية، انا نقيب مصر، هل لي صلاحيات ان انا اخش واعمله محضر؟ لا. المفترض لا يعني أصلا. لكن انا عندي بقى حاجه اسمها لجنه تاديب، استدعيه للنقابه واحقق معاه وان انا اسقط عضويته وامنعه من ممارسه المهنه. طب انا المفروض ان انا اعمل ضبطيه قضائيه ليه؟ لازم يتم. طب ما طلبوا دكتور، طلبنا مره واثنين وثلاثه، ويعني كاننا يعني مش عارف توزن في مش عايز. احنا كان هدفي اني زي ما حضرتك بتقول في مصانع بير السلم اللي بيكتشف رحلة من خلال الصيادله يبلغونا. طب انا النهارده ببلغ الجهات المعنيه، اداره التفتيش، وببلغ مباحث التموين. طب فين دور النقابه اللي هي انا عندي نص القانون بيقول انا عندي 72,000 موقع اللي هم 72,000 صيدليه موجودين في الدوله، فانا كل مكان وكل قريه وكل نجع وكل عين. شايفه صح. فانا النهارده لما يديني ضبطيه قضائيه اقدر النهارده اقضي تماما على اني عدم وجود صيدله فيها، اقدر ان انا انزل واعمل المحاضر واوفر صيدلي متواجد عشان احافظ على المريض، امنع تدوير الدواء منتهي الصلاحيه. ايوه خلاص، ده موضوع تاني اتطرق له دلوقتي. يعني اذا لابد زي ما حضرتك قلت كده، لو دوله خايفه على المواطن تدي الضبطيه القضائيه لاعضاء مجلس النقابه العامه اللي هي موجوده في 72,000 مكان. ده صحيح. طيب مافيا الادويه ده جزء ربنا بقى يعني جرنا منه وباب شيطان عايزين نقفله ان شاء الله بمجهوداتكم. اروح للادويه اللي هي فاسده في بعض الصيدليات، ان هنا التعميم خطا بالمليارات. ايه بقى يعني نصيب الناس؟ مليارات، ملايين، بملايين يعني. حضرتك وده رقم برضو يعني حتى لو مليون يعني حتى لو صنف واحد موجود في صيدليه، ما بتكلم على صحه الانسان يعني. احنا دعينا الرئاسه قبل كده وقلنا لمعالي رئيس الجمهوريه تولى يعني يبقى في حمله تحت قيادته وهي اسمها جعل مصر خاليه من الادويه المنتهيه الصلاحيه، ان مصر تكون خاليه.
قرار وزاري طلع من الوزير الدكتور احمد عماد غير قادر على تنفيذه على الشركات. الشركات قرار وزاري اجتماعنا، كان معانا رقابه اداريه، كان معانا الجهات المعنيه في الدوله ومجلس الوزراء على علم هذا الامر، خدنا قرار بحضور الشركات وشركات التوزيع وقلنا سحب القضيه وجعل لمصر خلاف ذلك. استاذنك بقى على المقاطعه دكتور عشان برضو ده كلام يعني مثير للاعصاب، يعني ايه غير قادر ان انا اسحب دواء فاسد في صيدليه هياخده واحد في قريه مش هياخده؟ لا هو الصيدلي هو بياخده مش الصيدلي. لا 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 انا بقول لحضرتك انا دواء يعني احنا بنوضح بس للناس انا دواء انتهى صلاحيه تمام بعمل يعني كصيدليه بختم عليه وبعينه في المخزن او في المعمل خلاص وبنتظر شركات الدواء عشان تاخده اللي انت مش شركات اللي هي عشان تاخده شركات متقاعسه مش هتاخد. أيوة. انا بقى مره واثنين وثلاثه بقى تراكم عندي الاكسباير هعمل ايه؟ شيء طبيعي اروح شايل الكراتين دي برميها في الزباله خلاص انا ما عنديش محرقه فبرميها في الزباله بتوع الزباله ياخدوا يلموا الادويه دي ويجمعوها ثم يعاد تروح لمصانع ما يسمى بير السلم وحاط تاريخ عليها تعود مره اخرى للمريض. وزاره الصحه اللي هي اسمها ايه وزاره الصحه هي المعنيه بالزام الشركات بسحب الادويه منتهيه الصلاحيه من الصيدليات الموجوده فيها واخد الادويه دي اعدمها تحت مرأة ومسمع من اداره التفتيش الصيدلي. اما انا النهارده معايا قرار وزاري طيب انت معالي الوزير بتطلع قرار وزاري غير قادر على تنفيذه يعني دي تعتبر اهانه للدوله. انا النهارده طلعنا قرار، القرار ده كان المفروض هيبدا تطبيقه من 1/4/2017، احنا دلوقتي تجاوزنا 4 شهور والشركات متقاعسه، وده كان سبب اعتصام اللي احنا موجودين فيه، من ضمن اسباب الاعتصام، احنا الان نقابه معتصمه والاعتصام سلمي، اعتصام جزئي، يعني لا ندعو الصيادله كلها للاعتصام، ولكن لتوصيل صوت للرئاسه ان هناك ناقوس خطر بيمر بيه من الصيدله. فانا بخاطب مجلس الوزراء، بخاطب مجلس النواب، بخاطب رئاسه الجمهوريه سرعه التدخل. انا مش عايز حاجه، لا انا عايز جنيه من شركه توزيع ولا شركه انتاج ولا مصنع، ولا عايز ابيع دواء منتهى الصلاحيه، ولا عايز ان حد ياخد الدواء منتهى الصلاحيه ده يعيد تدويره مره اخرى للمريض. انا عايز هناك قرارات بتطالب بيها او مطالب بتطالب بيها نقابه الصيدله للحفاظ على المريض. اذا كنت انا بقول اسحبوا الادويه منتهى الصلاحيه، انا الادويه انا شاريها وانا يعني وطلع قرار وزاري بجعل مصر خاليه من الادويه منتهى الصلاحيه وغير الاداره المركزيه والوزاره غير قادره على تطبيقه، ادام انت غير قادره على تطبيقه بتطلع قرار ليه؟ يعني صحيح. يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه هتلاقي عندنا موضوع هناك كان في ازمه في نقص الدواء وشركات ضغط عليها وبعض الشركات بداوا يخزنوا الادويه منتهى الادويه قصدي علشان خاطر كنوع من انواع الاحتكار، واحنا تفهمنا هذا الامر وقالوا خلاص الادويه اللي هي الناس خزنتها احنا هنبيع الدواء القديم بالقديم والجديد بالجديد، وبداوا نوع من انواع البلبله. اصبح الان علب الدواء موجود على ثلاث تواريخ بالفعل صح تاريخ للانتاج وتاريخ للتعبئه وتاريخ للانتهاء والغلبان مش عارف انهي واحد فيهم بتاع صلاحيه فبياخد دي حاجه. الحاجه الثالثه تلاقي حضرتك تلاقي الصيدليه في سوق دوائي كان مستقر. سوق دوائي استاد دواء تجارته تقريبا 56 مليار جنيه. فتخيل حضرتك سوق دوائي مستقر مفيش اي مشاكل فيه والدواء مسعر تسعيره جبريه واحده، الا اني يطلع قرار بافتكاس ان الدواء له كذا اكثر من سعر. فاصبح الان المريض بقى عرضه النهارده لناس واقفه في الصيدليات اللي هم من غير الصيدله، في ناس في صيدليات اكثر من 20,000 صيدليه مملوكه غير صيدله. فهو لا متابع النقابه ولا عارف القرارات بتاعه التسعيره ولا اي حاجه خالص، هو بيبيع بشكل عشوائي. انا عندي قرار وزاري بيقول الدواء ده احنا بنوديه للصيدله او الصيدله بيعرفوا يجيبوه من على موقع عندنا. طب اللي هو غير صيدلي ما بيعرفش يجيبه، فتلاقي بقى في عشوائيه في الاسعار. الاخر احنا بنتوجه للوزير بنقول له مع الوزير لابد من توحيد الاسعار حفاظا على المريض، لابد من الالتزام باخر تسعيره جبريه صادره من الاداره المركزيه، يبقى عشان تعمم عشان يحصل فيه اتزان وفي استقرار في سوق دوائي كبير جدا 50 مليار جنيه اعمل فيه استقرار. النهارده بسبب القرارات العشوائيه دي تسببت في وفاه مساعد صيدلي في الجيزه قتل واقتحام صيدليات وتكسير صيدليات، المريض مش عارف رغم ان الدواء لان الدواء اصبح ليه كذا سعر، فهو بيجيب من مكان ومسعر العلبه بسعر ثم يجيب من مكان تاني مسعر اغلى، فبيعتقد ان اللي اداله العلبه اغلى دي حرامي.
ده ضحك عليا. انا جايبها ب 10 جنيه من الدكتور طه والدكتور محي اداني ب 15 جنيه فبيجي يمسك فيا يا ريس العلاج وادي العلبه والفاتوره غصب عنه يعني. فده هيسبب بلبله. النهارده ممكن في الصعيد مثلا حد مسيحي مسلم تعدى عليها يبقى فيه فتنه طائفيه. طب يعني الامر لابد من خلاص كفايه قوي بقى كفايه. وهي عملت بالفعل مشاكل كتير كده وما زالت فاحنا بنقول في خلط غريب بيحصل. انت كده بتتلعب كفايه الناس يعني. انت بتتاجر في الامهم وبتتاجر برضو في افكارهم وفي فلوسهم ولا ما فيش وزع من ضمير. باذن طيب. على الوزاره ايوه اني تتخذ قرار بالالتزام بتسعيرة جبرية واحدة صادرة من الإدارة المركزية آخر تسعيرة تعمم على كل الأماكن على كل الصيدلة. يبقى إذن ده كده يبقى أصبح السوق مرة أخرى عاد للانتظام وبقى فيه نوع من أنواع الاطمئنان النفسي عند المواطن. وأنا داخل صيدلية عارف إن الدواء هنا زي هنا زي هنا. إنما النهاردة المريض بدأ يلف عندك بكام؟ 15 طب يسأل تاني بكام؟ ب 12 طب ب 13 إيه ده؟ واللي موجود في الصيدليه اللي هو مش صيدلي اللي هو تاجر اللي هدفه الربح بس برضه بيلاقي رد للمريض يقول له اصل ده انتاج شركه غير شركه والعبوه غير دخيل العبوه. ده دخيل. بص انا ماليش رقابه عليه والكفاءه غير الكفاءه. انا 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 الدخلاء دول يعني دايما بنحصرهم ونحول الصاحب الصيدلي الصيدلي نفسه الصاحب اللي هو يمكن ممكن يكون مسافر بره وسايب صيدليته لحد يعني بنحولهم للتحقيق وبيبقى فيه اجراءات قاسيه جدا. لكن انا نظر 20,000 صيدلي موجودين في مصر من اجمالي في 52 مملوكين لصيادله دول انا مش مقلع عليهم خالص وعارف ان هم ملتزمين بالتسعيره وملتزمين بالسحب الادويه الاكسباير وتخزينها لحين النقابه تدخل في سحبها. لكن انا النهارده لابد من استقرار السوق كفايه قوي بقى كده. عندي سوق فوضى تاني تحت مسمى سلاسل الصيدليات. تقييمك بقى للوضع ده ازاي واذا كان هو فعلا عامله سوق فوضى ولا لا؟ ولا السلاسل دي مفيش حاجه اسمها في القانون سلاسل زي ما احنا قلنا. المشكله مش في ان احنا نسن قوانين، لا المشكله في تطبيق القانون. القانون قال ان الصيدلي يمتلك صيدليتين ويدير واحده والتانية يجيب لها واحد تاني، يجيب لها صيدلي تاني يديرها. يعني انا وانا عندي امتلك صيدليتين انا ادير واحده بس. طب والتانية اجيب صيدلي مدير. طب النهارده ما قالش ان صيدليات فلان واداره فلان واكثر من بنشوفها اكثر منتشر اكثر من السوبر ماركت يعني. ايوه 130 صيدليه لبعض الفروع واللي وصل 150 صيدليه كلها مخالفه. معظمهم بيلجا للادويه المستورده الادويه المعربه لان انت داخل على مكان اللي ما تعرفلاش مصدر فين هي جايه منين وبكام ومين رقيب عليها. خلاص هو سوق عشوائي لان لو هو بيلتزم كان التزم بالاسم. ان حضرتك انت بتشتري من صيدليه فلان يعني مصر الزراعيه ده الاسم المسمى عليها خلاص. لكن مين صاحبها انا ما اعرفش. طب انا اخدت الدواء والدواء ده عمل لي مشاكل اشتكي مصر الزراعيه انا مش صيدليتي صيدليتي فاصبح في تتحايل بقى على كل حاجه في كده. واحنا الحمد لله بنتعاون مع حمايه المستهلك في الموضوع ده وعامل شغل اكثر من رائع والحمد لله. يعني انا اقول لحضرتك ان اللي هو عاطف يعقوب فعلا عامل شغل كبير جدا لدرجه ان اصبح الان معظم السلاسل تخاف تدخل علبه مستورده. هو رئيس حمايه الجهاز المستهلك يعني والله انا من خلال منبر حضرتك انا بتوجه له بالشكر فعلا يعني على المجهودات الاكثر من رائعه اللي هو عاملها معانا بجد. هو انسان نشيط ووراه كادر شغال بضمير لان احنا يعني ارواحنا في ايديهم في دين الله سبحانه وتعالى ثم في ايديهم وفي دين حضراتكم كل اول الامر يعني الجهاز ده او ان ليه فعلا. لا حضرتك انا فعل لا اتفاعل جدا جدا يعني النهارده اي مواطن يتقدم الشكوى خلال 48 ساعه تلاقي رد. قنوات اللي هي بتذيع ادويه تبث من خارج جمهوريه مصر العربيه وادويه مجهوله المصدر بيقدر يضبطها. ليه ما عندناش هيئه للدواء تكون مستقله بذاتها يعني بعيد عن الزحمه بتاعت وزاره انك انا ادخل في معمعة وزارة الصحة وعدم الاختصاص وتكون مشرفة على الدواء المصري؟ عشان ما عندناش رغبة. مفيش رغبة لدى القيادة ان تتبع المتبع في العالم كله. اثيوبيا عندها هي الدواء، الصومال عندها هي الدواء، السودان عندها هي الدواء، الاردن من 14 سنة عندها هي الدواء، السعودية عندها من 12 سنة هي الدواء، العالم كله عندها هي الدواء الا مصر. ليه؟ طب النقابة فين بقى في احنا عملنا القانون وناقشناه مع الوزير السابق الدكتور عادل عدوي الرجل المحترم وفعلا انهينا هذا المقترح وتقدمنا به الى رئيس مجلس الوزراء انذاك كان الباشمهندس ابراهيم محلب. وثم بتغيير الحكومه
نام الموضوع، ثم خدنا قرار القانون ده وعيدنا صياغته باسلوب ما وتقدم به النائب محمد سليم وخد رقم، وكان المفروض انه هيناقش قبل قانون وزارات المنى اللي هو بيناقش الان، لكن تقريبا تعليمات اركن الملف. يعني احنا خدنا من كلام حضرتك واضح انه سمعنا انسان محترم ونشيط. معنا اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك، شرفتنا سياده اللواء. اهلا بحضرتك واهلا بضيفك الكريم صديقي العزيز الدكتور محسن. احنا لسه في سيره حضرتك العطره، فلسه بنقول ان حضرتك انسان نشيط وده حق ليك، يعني مش مجامله. الله يخليك. احنا كلنا مصر بتتغير، والفترة دي مش محتاجة جهة معينة تشتغل، لازم كلنا نشتغل. ده حقيقي. كلنا نشتغل، ما عندناش حل تاني غير ان احنا كلنا نشتغل، ما عندناش حل تاني غير ان احنا لازم نبص بره الدنيا بتشتغل ازاي، اذا مش عيب قوي ان احنا نبتدي من حيث انتهى الاخرين. يعني الفترة اللي فاتت محتاجة مننا يعني ان احنا ننساها، ودينا شايفين ان مصر بتتحرك. أنا هنا بالعلاقة الطيبة اللي بيني وبين نقابة الصيادلة، لأن في الحقيقة احنا كلنا بنشتغل لهدف واحد بس، إزاي إن احنا ما يحصلش لا غش ولا خداع، وإن المنتج اللي يوصل للمستهلك يبقى يوصل، وفي نفس الوقت ما عندناش أي شكوك إن ده متهرب، ده مغشوش، ده فيه عيب، ده المادة الفعالة، كل هذه الأشياء. وانا اعتقد ان دكتور محي اكيد قال لحضرتك الموضوع اللي هو التراك تريس او التريسابيليتي اللي كان مطروحه دي هتوفر لنا جدا ازاي ان احنا بعد كده كاجهزه رقابيه حتى هنبقى مطمئنين ان ما يصل في ايدين المستهلك ده هو الدواء اللي هو الطبيعي وليس دواء مخلط. وخليني ان انا احكي لحضرتك قصه دايما انا بديها من ثلاث سنين. واحد اتصل ببنته في شركه من الشركات المشهوره جدا للادويه وقال لها انت لازم تعشين النهارده. قالت له ليه؟ قال لها انتوا بايعين مليون قرص لمصر من دواء كذا. فقالت له احنا مش بايعين لمصر مليون قرص. قالت لها قال لها ازاي؟ ده جاي من مصنعته اللي هو في الصين. فجرى على المطار اتضح ان المليون قرص دول جايين مقلدين وليس لهم اي نوع من الماده الفعاله، ولولا انهم تم ضبطهم في المطار زيورخ في سويسرا لكانوا دخلوا بعد ان كان صنعوا لهم من المستندات اللي هي بتقول ان ده هو ينتمي للدواء الاصلي. عايزين كلنا نشتغل ونامل ان احنا نسرع بمنظومه اللي هي التراك اند تريس او اللي هي التتبع عشان نقدر كلنا نكون مستريحين في قطاع الادويه. سياده اللواء دكتور محي عايز يعني يتواصل مع حضرتك في سؤال عنده. يعني انا يعني بتوجه بالشكر لحضرتك على الهوى، وانا يمكن من فتره انا حضرتك عارف المجهود اللي يعني المبذول من حمايه المستهلك. انا فعلا انا بقول اني استطاع الجهاز منع السلاسل من ان هم يحطوا ادويه مهربه داخل الصيدليات، وده مجهود يشكر عليه فعلا سياده اللواء والجهاز. ولكن احنا ما زلنا بنامل في الكثير في ازاله اليوفط المخالفه، يعني حضرتك تساعدنا في ان احنا نزيل اليوفط المخالفه، لان ده مش الاسم الحقيقي لصاحب الصيدليه، وبالتالي ده نوع من انواع الغش والتدليس على المواطن. احنا يا دكتور انت عارف ان احنا يعني في مجال التعاون، احنا التعاون اللي بيني وبين النقابه العامه على اي اعلى مستوى، انا بشيد بيها والله. يعني ناكد ليه احنا بنجري وبنعمل حملات وندور على الادويه اللي هي المقربه اللي موجوده في الصيدليات. المثال اللي احنا قلناه ده ان ليس كل ما هو موجود مع الادعاء، لان ساعات يتم الادعاء يقولوا ده دواء اصله الماده الفعاله ده اصله دواء اجنبي. طب هل تعلم ان هذا الدواء اصلي ولا مش اصلي؟ ما دي يا ست اللي هو عقدة الخواجة اللي احنا دايما بنقولها، ولكن مجهوداتكم تكلل دايما بالنجاح. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك، وان شاء الله على مسيرة النجاح بإذن الله. انا قلتها للدكتور، ارواحنا في يد الله سبحانه وتعالى، ثم في يد المخلصين من ابناء الوطن، وحضرتك واحد منهم. شكرا وتقدير لحضرتك سيادة اللواء يعقوب عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك. هو الراجل سمعنا
وايه الجمال ده والتواصل ده، الراجل يعني ليه كل الشكر والتحية طبعا ليه والفريق لا 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 فعلا الجهاز. التواصل يعني اكثر من رائع. اي شكوى بنتقدم بيها للجهاز، الجهاز بيتحرك فورا فورا، وده مجهود يعني يشكر عليه يعني. سؤال، في زيادة تانية جاية في الأسعار؟ يعني عشان اكون صادق يعني، في الزيادة اللي فاتت لما تواصلنا مع الوزير قال على جثتي تحريك الأسعار، ولكن مورس ضغوط على الوزير وبالتالي استجاب لبعض الشركات، وكان ساعتها كان نوع من أنواع تحريك الدولار من 8 جنيه 88 قرش إلى 18 جنيه، فنقل أكثر من 120% من قيمة الدولار يعني، فكان لابد إن احنا كلنا بنسكت في تحريك الأسعار، حاجة فرضة نفسها. ولكن الخطأ كان تحريك عشوائي. انا المفروض بمسك مستحضر مستحضر، كل مستحضر ليه 12 شركه بتنتجه، اجيب واحسب تكلفه الماده الخام وتكلفه التصنيع وهامش ربح المصنع، هامش ربح الموزع، هامش ربح الصيدلي، وابدا اسعره واصنع يعني المستحضر الواحد لكل الشركات يتسعر. احنا طبعا نتمنى ما فيش زياده، انما ما تكون في زياده ولا حاجه، انما للاسف لان حصل الناس بجد دكتور يعني استهلكت. لا هو الوزير في اخر اجتماع وتقريبا في تصريحات كتيره جدا لا تحريك الاسعار، لان الاسعار تحركت 7800 صنف ثم 3100 صنف، وسمعنا ان هم في تحريك تاني، لكن احنا رافعين قضيه بالغاء قرار تسعير الدواء، الحكم يوم 3 اكتوبر الجاي ان شاء الله بالغاء القرار التسعير ده ان شاء الله تعالى. الحكم دايما هيكون في صالح المواطن المصري، اللي انتم يعني متحملين حاطين على كاهلكم مشقات وتعب، وباذن الله شرفتنا بالحضور، واحنا يعني تبارك استوديو طريق النهارده بوجود حضرتك، ربنا يزل. والنجاح هيكون عنوانك. شكرا الله يخليك. مشاهدينا كل الشكر والتحيه اللي بيدير واحد من جناحي المنظومه الصحيه في مصر، دكتور محيي عبيد، نقيب صيدلة مصر ورئيس اتحاد العرب للصيادلة. كل الشكر والتحية لأنه شرفنا النهاردة موجود في طريقي. الشكر موصول للزميل الكاتب الصحفي مدحت محيي الدين، رئيس تحرير برنامج أشوف كل أسبوع اللي جاي في طريقي. تصبحوا على خير.